اخر اغنيه نزلت لمحمد حماقي. طب والله انا لو بابا نزل ممكن يعمل مشكله. استاذه السلام عليكم، ازيك عامله ايه؟ ممكن بس تقربي، احنا في كاميرا هناك، احنا بنصور برنامج. مش هينفع والله انا لو بابا نزل ممكن يعمل مشكله. مفيش مشكله ولا حاجه. طب اسمعي مني بس، احنا بنصور برنامج، هنسالك 3 اسئله تمام، اسئله هادفه والله، اسئله كويسه يعني، لو جاوبتي بتكسبي ايفون 11 برو. لا مش عايزه، شكرا. انا معايا. معاكي ايه؟ معايا. عشان معاكي ايفون يعني مش عايزه تكسبي. في حد بيقول لك لا بس ماشي، خدي دي لحد من اخواتك، خدي بيعي يا ستي وهاتي حاجه بفلوسه يعني. اسئله هادفه والله، ما تقلقيش من اي حد. ماشي اتفضل. اكيد. السؤال الاول، اخر اغنيه نزلت لمحمد حماقي كان اسمها ايه؟ ايه اخر اغنيه نزلت لمحمد حماقي؟ انا عارفه اصلا انه، انا عارفه ان هو مش تصوير يعني، مش تصوير هادف ولا حاجه. شكرا. ثواني بس، ثواني. طب بالراحه، انت ليه ماشيه وسايباني؟ ما ينفعش، انا اكبر منك. يعني حضرتك بتسال اسئله زي دي يعني، انا هجاوب بقول ايه مثلا؟ عندك مشكله؟ طب تعالي بس يعني اتكلمي معايا بالراحه. انت عندك مشكله في الاسئله؟ اه طبعا. ايه المشكله؟ انا عارفه اصلا ان كل الناس اللي بيكسبوا ايفونات وحاجات غاليه. مش شرط والله، ما شرط، عشان بس يعني عشان اصحح لك الوجه، احنا اصلا برنامج اسئله دينيه، بس انا قلت اختبرك كده قبل ما نبدا. احنا والله والله انا عمري لا سالت في اغنيه ولا سالت في اي حاجه، انا هسالك 3 اسئله دينيه في الدين والله. تمام كده، هتكملي ان شاء الله؟ بجد؟ مش سؤال الاول. تعرفي تذكري لي 5 الوان ذكروا في القران؟ 5 الوان. طب لو حد عارف 5 الوان في القران يسيبهم في الكومنتات، عمل مجانا تجاوب. اللون الاصفر. ماشي، انت قلتي ايه تاني بقى؟ والاحمر. حلو. والابيض. حلو. الاخضر. حلو. والاحمر. انت قلتي الاحمر. من الطرحه بتاعتك. الاسود. اسود صح كده. السؤال الثاني، ربنا خلق الانسان من طين صح؟ وخلق الجن والشياطين خلقهم من نار. خلق الدواب بقى ايه؟ الدواب؟ الدواب الحيوانات الدبه اللي هو الحيوان او طيوره. لا دي مذكوره في القران، والله خلق كل دبه من ايه بقى؟ من ماء. من ماء صح. السؤال الثالث، كلمه الموت ذكرت في القران. تعرفي آية أو موضع أو صورة حتى ذكرت فيها كلمة الموت؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثانية واحدة. انت عندك كم سنة؟ انا عندي 12 سنة. 12 سنة؟ اه. ده الشيخ خسر الدوسري صح؟ ام الله اكبر عليك يا نوكم منت. 12 سنة؟ والله لو بتضحكي علينا هتبقى مشكلة. 12 سنة بجد؟ 12 سنة والله. وبتقلدي الشيخ خسر الدوسري بالطريقة دي؟ انا بقلد حوالي 15 صوت كمان. 15 صوت؟ الحمد لله. يعني انا لو قلت لك اي صوت دلوقتي هتقلديه؟ ان شاء الله. طبعا هنبدأ كده حد مصري كده انا بحبه جدا، الشيخ المنشاوي. صعبة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ده في نفس واحد كمان، الله أكبر. حد مصري كمان، وبعد كده ننقل بقى على القراء السعوديين. تمام؟ الشيخ حسن صالح. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنا بعد الشيخ حسن صالح مش هكمل التحدي، أنا هديك الهدية وبعد كده نكمل براحتك. لا 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 بجد الله ينور عليك، الله أكبر عليك بجد. في شيخ بقى تلاقوته انتشر الجامد الفترة اللي فاتت وثلاث أرباع اللي بيطلعوا يقرأوا بصوته وبيقرأوا غلط أصلا، الشيخ خالد الجليل، تسمعي عنه؟ آه. قال فرعون ضروني أقتل موسى، الآية المشهورة بتاعته. تعرفي تقللي لنا الشيخ خالد الجليل بس صح بقى اللي احنا بنسمعه ده؟ ان شاء الله باذن الله. طب يلا. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. انا يعني انا اتشرفت بيك جدا بس انا عايز اسمع حد كمان، يعني عندي عشم في حد كده. انا بعرف اقلد برضو اذاعه القران الكريم، يعني اذاعه القران الكريم احنا كده داخلين في ليفل عالي بقى يا جماعه، بس على فكره اذاعه القران الكريم مش سهله خالص يعني لعل. طب نسمع والناس تحكم بقى. تمام يلا. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كفاية عليا كده، كفاية، مش هستحمل بجد. انا صورت حلقات بعدد شعر راسي، حلقات كتير جدا، الحلقه دي من احسن، والله من احسن، وانا واثق ان شاء الله الفيديو ده يعني مش هيطلع ترند بقى، ده هيطلع يعني لو في حاجه اعلى من الترند هيبقى اعلى منها ان شاء الله. انا اتشرفت بيك. اسمك ايه بقى؟ جنى ايهاب. اتشرفت بيك يا جنى. معلش بقى على العطل. مبروك الهديه، هي غاليه عليا شويه بس مش خساره فيك. الله يبارك. اتشرفت بيك جدا. مع السلامه.